بقول لك ايه؟ ايه؟ انا جعان. وانا كمان. طب النهارده هناكل ايه؟ ديجاز فرايد تشيكن. الله. عايزين نفرتك المنيو بقى. احلى حاجه بقى ان ايه؟ محسن مش موجود. فهنديها. يعني بدل ما الاكل يتقسم على ثلاثة هيتقسم على اثنين. الحمد لله. أوبا. طب عندهم ايه؟ سالفيش. منيو. واحد اثنين ثلاثة أربعة. سندوتشات كتير قوي. هنعمل ايه؟ طب ده الاختيار صعب. لا نجيب بقى كل لا 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 عايز حضرتك بس كده لا سيبهم لي خالص دول محسن مش انت بتعملوا الفيديو من غيري فانا جاي لكم بتحدي تحدي ايه التحدي هجيب لكم الاكل كله اطلب لكم مطعم كله بس التحدي انكم تعرفوا ايه اللي جوه الاكل يعني احنا ناكل سندوتشات ونعرف مكوناتها ولو ما عرفتش ايوه واللي يخسر هيحاسب طب وانت داخل معانا في التحدي داخل في النص طب يلا بينا نوم نوم بتوع الاكل يلا هم دلوقتي بقى انا جان قبل التحدي هسخن لكم بالابيتايزرز هنزل لكم كده شويه ابيتايزرز كده من بره اللي عامل الاكل بره التسخين بايدي مش هناكل عندك نوعين من التشيكن وينجز واحد حراق واحد باربيكيو وعندك وافل بطاطس معموله على شكل وافلز وعليها بقى ايه حبشتكنات بس عليها صوصات هي اسمها بوتيتو وافل ولكن هي ليست وافل ولكن هي يعني معموله اسمه ايه ده وطبق من الابيتايزرز عليه اونير رينجز وتشيز ستيكس وشويه بطاطس احنا دلوقتي في مكان اسمه ديجاز هو مكان يعني متخصص في الفرايد تشيكن والبرجر وزي ما محسن كده قال في اول الفيديو ان هو بيتحدانا جايبين 12 ساندوتش كل واحد فينا هيبقى قدامه اربعه يحاول يكتشف ايه المكونات اللي جوه الساندوتش هتعرف يعني تعمل الكلام ده يعني اعتقد ان انا خبرتي في الاكل تسمح لي ان احنا نعمل كده هنشوف بس الابتايزر جامد دي حاجه يعني تسخين حلو دي حاجه اسمها فاير وينجز فهي وينجز واون فاير سبايسي عمال ايديا وحيات عينيا ايه ده الحراق ولا الباربيكيو حراق وحراق حراق بس اللي هو يعني حراق انت تستحمله مش قوي يعني بس تيستي بصراحه جرب الباربيكيو ليه طعم سبيشال بيقرمش حلو قوي ده بالنسبه للحراق انا عامل زي محسن بلبس جلافز بالنسبه للسبايسي وينجز دي هو كل مكان بيبقى مميز بصوص معين وليه خلطه معينه في الوينجز انا حاسس ان ده خلطته متميزه يعني مختلفه عن الناس كتير دي حقيقه يعني ده لو كان معانا فيديو الوينجز كان يعني هيبقى بينافس على الماكس الباربيكيو وينجز الوينجز عامه هنا يعني تحس ان هي كبيره طب انا عايز البس انا كمان انت دوقت الباربيكيو وينجز عجباني الباربيكيو اكتر بكتير بس انت بتحبش السبايسي بدات احب السبايسي صراحه بعد فيديو الكشري نجرب الباربيكيو لا باربيكيو جميل هات لي يا ابني السلطه الهيلثي دي انا كنت مخبيها دي عشان الجيم حبس طبعا يعني اوبشن هيلثي لو انت طبعا جاي مع اصحابك زي كده راجل جيمانجي مالكش في ال ليه اوبشن سلطه عادي جدا بس انا النهارده مش جاي اكل سلطه انا عايزك ادوقها نجرب مكوناتها ايه دي سيزر سلطه ولكن عليها الصوص من فوق بقى الصوص اللي فوق ده اكيد صوص ديجر مالك مش عارف صوص ايه انا جاي ناكل فين يا ابني لسه ما قلتش صوص ايه انا قلت عليها صوص من فوق ايوه الصوصه هي انا عجباني كمان ان الصوص ده سبايسي سنه فانا بحب سنه السبايسي دي اسمها ديجاز فاير سلطه الصوص اللي عليها ده اسمه فاير عشان كده سبايسي بس يعني ميكس جامد السلطه مع سبايسي محسن طبعا ملوش في الهدف راجل ما جربش مش جدع واحد بالنسبه لي الابيتايزر الصراحه كلها عجبتني مفيش اي حاجه ما عجبنيش في الابيتايزر انا عايز حاجه واحده بس بيبسي والله ان في حاجات كتير سبايسي كده هنشبع انا هشبع كده من ال لا 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 انا عايزكم تركزوا عشان اللي جاي تقيل ده احنا لسه بنقول ايه هادي اهو جنبي تن 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 شيل بقى الكلام نخش بقى على الجد طبعا الفرايد تشيكن ملهاش علاقه بالتحدي ولكن هتتاكل نودي بقى دي كده نجرب الفرايد تشيكن طبعا في محلات كتير بتعمل فرايد تشيكن فدلوقتي فكره المنافسه بتبقى كبيره انا عايز دبوس اتفضل يا باشا هي شكلها من بره يعني بص حضرتك
شكلها من بره مشجع. بسم الله تحدي تعرفوا جواها ايه. محرقة. هي جامدة بس هي مش سبايسي. يعني مش سبايسي. حلو قوي ومقرمشة وفيها احساس القرمشة بتاعت السبايسي بس هي مش سبايسي. قطعة القلب. وعلى فكرة دي ميزة. يعني انا مثلا انا بدأت اكل سبايسي عشان عايز الفراخ المقرمشة دي. فان دي مش سبايسي ومقرمشة فنجحنا الاثنين. تقريبا اول ناس تاكل في المحل النهارده هو خليم كل حاجه مولعه تقيل نفطر. الفكره ان انت الفرايد تشيكن ما ينفعش تاكلها اصلا بارده. يعني لو بردت خلاص كده القرمشه اللي فيها وال مش موجود فلازم تاكلها سخنه زي ما هي كده محوحه دلوقتي. فكرتني بهادي فرايد تشيكن ولا محاميها فرايد تشيكن مش هتكلم على عظمه. في باكت سبايسي وباكت عادي والاثنين الصراحه جامدين قوي. خلينا بقى نخش على التحدي الاساسي. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like دلوقتي هنقلع جوانتيات الفراخ وهخش على جوانتيات السندوتشات عشان نخش ونجرب السندوتشات مع بعض ونعرف كل سندوتش جواه ايه. هنبدا بقى التحدي وعشان ما نتلخبطش في السندوتشات فكل سندوتش منهم مكتوب تحت الورقه اللي عليها اسمه. فانا هديك يا هادي. لا ده السندوتش بتاعك انت. انا هاخد الورقه وانت خد ده. ليه السندوتش ده بتاعك؟ عشان انت مش انت اللي عامل التحدي. انت اول واحد تبدا. وانا مالي انا اعمل لكم انتوا التحدي. لا ما تقعدش. لا ده غش. ده غش بيقعد يبص في السندوتش. لا انت تاكل على طول. اها هيعملها ولا ايه؟ خد واحده كمان. انا هعرف منك بعد القطمه الثانيه انت او ممكن تقول لي الحاجات اللي انت حاسسها لحد دلوقتي. حاسس بايه؟ حاسس بالبرجر. برجر تمام. جبنه. حلو. في حاجه مسكره. في حاجتين مسكرين. حاجتين. اه انت إيه؟ اخد قطمه ونشوف. ايوه اونين رينجز. لا صح. لا اونين قصدي كراميلايز اونين. انت عملت له كده ساعدته. عرف ان هو في الاونين. انا مش قصدي اونين رينجز. عرف كراميلايز اونين لما انت قلت له. ماشي. ايه بقى التاني؟ كرملايز اونين. والتاني شكلها. لا مش شكلها. انا عايز قطمه ثالثه تقول لي ما عن طريقها. دي حاجه مسكره قوي. ما تغشش بس. عمال بيغش يلعب في التليفون. لا انت بتعمل ايه؟ عايز ماشي ماشي خليه ياخد من النص. بانت كده. بصيت. لا دي مسكره قوي. دي مربى. مربى؟ مربى في سندوتش. تخيل توت. ما اعرفش بقى مش مكتوب ايه. مربى مكتوب. مكتوب والله. مكتوب ايه؟ توت. راسبري. 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 توت. دي حقيقة. الله الفنان. ايوه عندك اول نقطه المحسن. يمان قال اللي عامل الاكل برضه. فكره ان انت تلاقي مربى جوه ساندوتش دي مش حاجه منتشره. في ناس بتحب السويت في الاكل. انا بالنسبه لي ممكن ما بحسوش لكن انت طبعا. ده جامد جدا بالنسبه لي. ده ساندوتش اسمه يامي جام برجر. يامي جام برجر. في لحمه طبعا. لحمه برجر. وفي مربى وفي بصل كارملايز وفي صوص دجاج. خد بقى لما تقول اسم بتاعي هو يحط بقى ايه اغنيه يبقى دنيا. مين بقى التاني؟ انا ولا هو؟ كريم. طب اختار لي بقى. اختار لك واحد من جوه شويه. شوف يا هادي كده الورقه. استنى كده ما تبصش. ماشي. وانت كمان يا محسن عارف زي ما الناس عرفت. بص اول حاجه محتاج تعملها انت تشم ساندوتش. الله. تاخد شمه كده من غير ما تبص. مش هتفهم حاجه. مش هتعرف ايه اللي موجود. تاخد قطمه بقى. بسم الله. ما شاء الله. مبدئيا كده بسم الله باربيكيو. باربيكيو صوص. فراخ ولا لحمه؟ لا يعني مش محتاج. ومحدش قال عليه باربيكيو صوص. الله. وعليه خس. ايوه. وعليه مايونيز. وعليه دجاج صوص. لا معلومه. طعمه ايه طيب؟ باربيكيو حلو يعني. فراخ حلوه. سندوتش العيش. لا اخد قطمه طيب عشان اقول لك. بص ده داخل قطمه فعلا. لا ثواني بقى. عليه يا اما اونيون رينجز يا اما تشيزي بايتس اللي هي بتبقى حاجه عليه. انا سهل عليه حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده في الابيتايزر. تشيزي ستيكس. اونيون رينجز. هالبينو ستيكس. هالبينو ستيكس اصلا كان جواها تشيز. كان فيها جبنه مضروبه بهالبينو. حلو. بس انا كده اعتبر كويس. كل حاجه برافو عليك. انا كريم كسبرين كده الحمد لله. ده ساندوتش اسمه تشيكن باربيكيو صدور كريسبي ومايونيز وخس وصوص باربيكيو وهالبينو ستيكس وصوص جبنه. ما قالهاش ولكن عندنا هي. شفت قلت كل حاجه. انا قلت حاجات كتير. ساندوتش مليان. يلا يا هادي انا هختار لك سندوتش. هادي بادي كروم بالزبادي شاله وحطه كله عليه. بقول لك ايه؟ لا ادي له واحد لحم. انا بحب الفراخ. انا اكل لحم. خد انا عايز. لا خد له لحم. هات لحم. ادي له لحم. الساندوتش هو. انا مش شايف. هو ده الساندوتش. هو ده الساندوتش. مثلا الساندوتش شكله من بره كده ابن ناس. وريني. ده ابن ناس. دقنك. بص هو في ثلاث حاجات. في برجر لحم. تمام. طعمه جامد. خلاص. والبرجر كده اللي هو رفيع مش تخين. حلو. يبص وياكل. بص شفتك. في جبنه؟ لا مش اي جبنه. بلو تشيز. لا جبنه امريكي.
ما هي الجبنه زي الشيدر دي اللي فوق الصفحه ماشي دي باينه اصلا من بره في مشروم اه مايونيز طب عرفت ازاي ان في مشروم اكلت مشروم المشروم ملوش طعم قوي يعني بس بيعرض ازاي مشروم التكستشر بتاعه معروف التكستشر معروف وليه طعم هل بقى المشروم ليه طعم ولا ملوش ده سؤال الحلقه النهارده بس على فكره برده مش اي مشروم امريكي مشروم لا كراميلايز مشروم اوبا تقول قبل ليه لا انت مش تقول كنت هقول في بقى الاهم حاجه اللي توضحهاش صوص ديجاز يا ديجاز صوص ديجاز صوص وجبنه ومشروب متكرمل طب لحد دلوقتي كده 3 نقط لكل واحد اه احنا بقى لحد دلوقتي متعادلين كلنا عملنا اجابات صح دوري هات بس الورقه دي ما بصش اه بس ما بصش خبيله عيني بس عشان مش هبص يا عم انا مش عايز سؤال يلا بص هنا غمض كده واحنا لو سمحت تعرف في ورقه هنا شيل الورقه بس ما تاكلهاش ورقه اللي فوق اها ساندوتش محمد ده اوه ده مليان حاجات كتير وفي 7 حاجات اوبا انجز بقى ورزعه لو عارفه بقوله لو عارفه قول يعني هو سندوتش فراخ بجبنة في حاجة حراقة ديجا الصوص جبنة جبنة ايه؟ شيدر امريكي امريكي في اونلي رينج نعم في خص؟ في خص في خص مش عارف انا اكتر من كده مش بس خلاص خسر خلاص خلاص مكون اساسي رئيسي في الساندوتش هو صوص الرانش لا والمشروم والمشروم الساندوتش اسمه اقول لك ليه بقى تشيكن مشروم المشروم جوه مش فيه مش فلوس ما قطمتش انت قطمتك دي مشكلتك انت خش قطمتك كامله ما وصلتلوش ده كان جوه هو لسه ما استسلمت اهو يا جدعان انت حكم انت استسلمت ده الساندوتش ده اسمه تشيكن مشروم جواه صوص كريسبي صدور كريسبي صوص رانش قلت خاص قلت جبنه امريكي مشروم كراميلايز كان جوه مجروس صوص جبنه حلقات بصل قلت حلقات بصل الساندوتش ده اسمه تشيكن مشروم يعني لازم تقول مشروم المشروم جوه ما قلتش مشروم يبقى انت تخسر بس القطمه اللي اكلتها قلتها كلها صح بعد صوص الرانش اوبا انا عايزه ده هات كان نفسي فيه ما بص اهو انا مغمض اهو خلصه بس انت بصيت وشوف والله العظيم ما بصيتش غير حاجه واحده بس هقول لك اول حاجه كمان هقولها انا كنت عايز اكله ده مبدئيا بس عشان اول حاجه هو كبير قوي على البق عايز بص والله في حاجات باظه بره الساندوتش لازم يشوفها اول حاجه ده عندك البيكن ايوه عندك واحد بيكن هنا وصلحه ده اللي هو بيكن. ده اللي هو شاف صحيح اه هو شاف وقال ان انا خلاص ميزت صوص دجاج بعدهم في الصوص دجاج في الساندوتش ده غلط خص خص هالوبينو هالوبينو مايونيز مايونيز يا ابني بيبص اهو بيلاقي اسرار هو عايز اقصر من خلاص انا خلصت لا ده في حاجات مهمه جدا ما قلتهاش صوص الرانش يا بيتزا قول يا عم الحاجات دي فاير صوص اوبا ده غير ان هو كريسبي شبه دجاج ما هو تبع دجاج مش هو تبع ده سبايسي ده حاجه ده سبايسي خسران ده ساندوتش سبايسي اللي بعده دي كرانش اللي بعده اختار اه يلا بلاش باقي المره الساندوتش اسمه سوني مش هقول الباقي بقى سوني يعني مشمس اه سوني مش يعني مشمس سوني يعني سوني من سوني بس لا بريتش بريتش سوني في خص وعيش وفراخ ايوه ولكن فراخ مختلفه ايوه بقى دي جريل تشيكن وفي بيكلز خيار مخلل اوه في بقى حاجه مهمه قوي هو نسيها ولو ما قالهاش هيخسر رانش لو ما قالهاش هيخسر رانش صوص لو ما قالهاش هيخسر مش موجود رانش اصلا هو صوص الصوص بقى ولا مش صوص مش بتاعتنا ديجا صوص كل ما يتزنق فاهم تزنق في الامتحان بتاع ديجا صوص موجود ديجا صوص موجود قلت ديجا صوص وقلت جريل تشيكن وقلت خس ومايونيز قلت خيار مخلل ما قلتش اقسم لا قلت ماشي قلت اه والله خسرت برضه عارف ليه؟ مفيش عشان ما قلتش انت صوص هاني هاني؟ هاني مصر؟ هاني مصر يبقى اللفه دي احنا الثلاثه خسرنا كده بعد تاني دوره لسه ناقص 1 2 3 4 5 6 يعني كل واحد المفروض ياكل سندوتشين كمان فاهم بس الصاني ده جامد قوي هو الصاني ده حاسه اوبشن هيلثي يعني عشان الفراخ المشويه الفراخ مشويه بس في مكونات كتير برضه حلو طب هل نعرف الناس على سندوتشات من غير ما ناكلها ولا ناكلها دلوقتي احنا فاضل معانا تشيزي برجر جواه ايه تشيزي برجر نجربه كده المسابقه تعادل تعادل ايه انا كسبان انت إيه؟ كسبان إيه؟ ايوه انتوا الاثنين معايا خسرتوا انت خسرت بقى ما خسرتش هاني مسعد ايه هاني مسعد ده هو حاجه واحده بس وانا كمان قلت مشروم كتير ده المكون الاساسي طيب فاضل معانا 6 سندوتشات
فطبعا انا الصراحه جبت اخري وهو غالبا كل واحد جاب اخره ولسه في حلويات هنحل بيها. فسريعا في اقل من دقيقه هنعرفكم بالست سندوتشات دول. ده فين ده؟ تشيزي برجر. اول ساندويتش معانا هو التشيزي برجر، لحمه برجر كده على مايونيز، جبنه امريكي وصوص جبنه، دخلوا كلهم في بعض عملوا التشيزي برجر. والان ساندويتش البيكن باربيكيو، لحمه برجر بيف بيكن وجبنه امريكي شرايح وصوص باربيكيو مع صوص دجاج وبصل كارملايزد وخس. صوص دجاج هيخليك تجيب جاز. تشيك زنجر، ساندويتش تشيك زنجر، صدور كريسبي حاره ومايونيز وخس وجبنه امريكي وشرائح تركي وصوص جبنه. خش على الحراق، دجاج فاير برجر، لحمه برجر وجبنه امريكي وهالبينو مقلي، صوص فاير دي وبصل كارملايز. سندوتشات الاخير معانا كيجن جريل تشيكن، خبز وصدور فريش 140 جرام، جبنه امريكي، صوص فاير دي وبصل فرايد، بصل شرايح، خس، طماطم، خيار مخلل، صوص دجاج. واخيرا وليس اخرا، ديجادو برجر، لحمه برجر وجبنه امريكي، طماطم، خس، صوص دجاج، كله مع بعضه في سندوتش واحد. اخر حاجه معانا هي الحلو الديزرت، واحده لوتس واحده نوتيلا. واحده نوتيلا، بص اللوتس ايه طريقه وسخنه اللوتس بتتحط كده على العيش، بتتحط كده على الجريل كده ربع ساعه مع يظبط ويشهيص، تحط عليه كراميل انت بتخبر اللوتس مره لسه قايل المهم ان هي سميكه وطريه. مبدئيا التوست نفسه العيش مختلف عن التوست العادي، تخين جامد قوي جامد قوي. لا ايه ده لوتس خطيره. لا دول لوتس بالكراميل، ده دول نوتيلا مع بعض هنا وانا هنا. لا دول نوتيلا، انا الاثنين عاجبني. دي جواها موز ولكن الشوكولاته جواها موز، وانا عن نفسي بحبها من غير موز، انا بحبها بالموز، لكن الاثنين حلوين جدا. حابين ان احنا نشكر مطعم دجاج على الاستضافه. احنا قاعدين هنا في فرع التجمع، وهم قالوا لنا ان في فرعين كمان جداد بيفتحوا، فرع المعادي وفرع شيراتون، غير الفرع اللي في الكوربه، هم لغايه دلوقتي اربع فروع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ودعونا نوصل هذا المقطع ل 50,000 لايك. يعني كان في ناس بتشكك في القدرات ان احنا نوصل 50,000 لايك، ولكن الفيديوهات اللي فاتت الحمد لله قدرنا ان احنا نكسر حاجز ال 50,000. فعايزكم بقى تكتبوا لنا تحت ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو بتاع النهارده. وده ده جميل، حلو حلو. ما تنسوش تابعونا على انستغرام عشان تشوفوا الكواليس، ولو انتوا على فيسبوك تابعونا على يوتيوب، ولو انتوا على يوتيوب تابعونا على فيسبوك. ونشوفكم الفيديو اللي جاي مع بتوع الاكل. هم 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 بتوعي الأكل. هم يلا خش. طيب أنا بونجها سينجها بونجها شينجها بونجها لي خليك عادي محسن عادي. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا الحاجات بتاعي نخش ليه الوجبات. مش قادر، أنا حاسس بذنب. عايز ذنب ايه؟ قول استغفر الله كده كله. بيقول لك انا زدت 9 كيلو في اسبوع. طب ما انا لازم مين ده؟ هو يا نهار اسود. 3 اسابيع لا 3 اسابيع من ساعه ما انت جيت. انت جيت هيلومنا انا بقى، هيلومنا انا. احمد تعب معانا النهارده، احمد مظبطنا طالع نازل اسلم لنا بتوع الاكل. هم هم, هم.